في عنا طول هالساحل اللبناني كلياته لو وضعنا فيه توربينات، وفي عنا كامزون مشهورين بلبنان بانه فيهم هواء دايم على مدار الساعه، هدول لو استغلنا نصف طاقه الريح الموجوده فيهم بنقدر انه نكفي حاجه لبنان. انا محمد سفسبي من بنين عكار شمال لبنان، كنت ادرس الادب الفرنسي والمعلومات الاداريه، عمري 25 سنه. كطالب اكيد يلزمنا كهرباء وانترنت متوفر، لكن بما انه نحن حاجتنا الاوليه كانت الكهرباء والانترنت، ويظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، اضطريت كشاب بحاجه لهالمصدر انه نبحث عن بديل لكهرباء الدوله. فمن هنا اتت فكره توليد الكهرباء من حركه الرياح. المواد المصنوع منها التوربين هي مواد بالدرجة الأولى قابلة لإعادة التدوير، صديقة للبيئة بما أنه نحن نتحدث عن طاقة نظيفة، فيتطلب الأمر أنه تكون حتى المواد المصنوع منها صديقة للبيئة. عندنا البرميل البلاستيك قابلة لإعادة التدوير، عمرها أكثر من 20 سنة، الحديد قابل لإعادة التدوير، حتى الجنريتر والنحاس الموجود فيه المغناطيس كله قابل لإعادة التدوير. أول شيء على صعيد البنية تبعته كهو كأيروديناميك اللي عنده، لما يضرب الهواء فيه عيهب الهواء من ميل ويفرغ، والمساحة بين العنفي والعنفي في فراغ كبير، فهو منه كأنه جدار أو حائط أو لوح عم يواجه الهواء لحتى يقلب. هذا المعيار الأول. المعيار الثاني أنه المسافة بين طرفي الأرجل تبعت المنصة اللي حملته أبعد أو أكبر من طرفي العنفات، وهذا بيعطي قوة إضافية أو التحمل حتى لو ما كنا مثبتينه بالأرض، لما يضرب في الهواء مستحيل علمياً أنه يقلب. بما أنه طاقة الرياح قد تدوم لفترة أكثر من 5 أيام أثناء العواصف، فنحن بحاجة لنفرغ هالطاقة دايماً حتى نحمي النظام تبعنا. بما أنه أنا كمان دامجه مع نظام الشمسة، فحيكون في أوقات عندي فائض بالطاقة فيه، فاضطررت أني أعطي 6 بيوت من هالنموذج هذا المصغر. اشتريت المولد ب $750 لوحده تقريبا، مشروع الهواء لوحده كلف مع الكنترولر جنريتر والعنفات $1,500 تقريبا. كان احد العوائق اللي عم تواجهنا بالمشروع هو التمويل، فانا يعني ما استسلمت رغم انه ضليت سنة عم كافح، اكيد ما معي كان صفر تمويل، ولكن انا ضليت مثابر وعارف انه بالنهايه حاحصل على التمويل، وحصلت من الاصدقاء مقربين. كيف ممكن نستفيد منه مجتمعيا؟ يعني مثلا طاقه الرياح حسب الدراسات بلبنان ممكن تعطينا 6 جيجاوات اذا استغلت كل المناطق اللي فيها رياح مثل ما قلت. طيب نحن حاجة لبنان كلياتها بس سنويا 3 جيجاوات. طيب 3 جيجاوات الباقيين فينا نحن نبيعهم للدول الثانية، فهذه بس نحن عم نحكي عن طاقة رياح، ما حكينا عن طاقة مياه ولا حكينا عن طاقة امواج البحر. فكثير مصادر بديلة للوقود الاحفوري اللي عم يكبد الدولة خسائر كبيرة، واللي بسببه نحن عم نعاني من لما خلقنا على الدنيا بتقنين الكهرباء وانقطاع الدائم للتيار الكهربائي. عدا عن الملوثات طبعا، نحن لما نحكي عن طاقه بديله اول شيء توفير على خزينه الدوله كهرباء دايمه وصداقه للبيئه، يعني ما في ملوثات ولا في انبعاثات، وبالتالي بنخفف الفاتوره الاستشفائيه على الدوله، لانه المحيطين بالمعامل الحراريه عم يتنشقوا سموم، هذه كلياتها بعدين حتبين بالاستشفاء، بدنا ندفع اكثر لحتى على قطاع الاستشفاء. فهي الطاقه البديله يعني ما بس على صعيد انتاج الطاقه، على صعيد خزينه الدوله، على صعيد البيئه، وعلى صعيد استمراريه الكهرباء. نحن أكيد عندنا تطلعات كتير، ولكن هذا الرأس مال الفكرة بحاجة لأنه يندمج مع الرأس المال المالي فعلياً حتى نولد اختراعات وابتكارات تقدر تطور بها البلد.